تتابع مقطع تحت عنوان البحث: منذ مدة قصيرة سألني أحد الأشخاص، لنفترض أنه أتتني رغبة ما، كيف يمكنني أن أتأكد هل هي من الله أم من الشيطان؟ إن جميع الرغبات هي من عند الله. هي جواب لزريف. إن أي رغبة هي عبارة عن طاقة يكون مصدرها طاقة الحب الابتدائية. الأخوان لزريف عم يحكي بمستوى الإرادي، ما عم يحكي بمستوى الفردي، إنه نصير نفكر مثل ذاك الشخص اللي رحت على المكان الموبوء الفلاني بإرادة إلهية، الله رغبان لي إني روح، فرحت. هلا هون بيحكي من منطلق الانسان الاله، يعني منطلق روحي، انه كل شيء رغبات فينا منبعه الروح الحي اللي فينا، هي كجذوه ابتدائيه مجسده للانسان. بكل بساطه، اذا كانت رغباتنا تتميز بانها تحتوي على الفطره الحيوانيه بشكل اكبر، وها هي عن بالي اكثر الرغبات عند الناس. هلا هون في قصور بالترجمه، مع اعتبار لازم يكون التطور في الوعي والإدراك شيء وهمي، بيعتبروا انه الرغبة دوما عم تكون تغلب عليها الفطرة الحيوانية الغرائزية، وبيعتبروا كل شيء اسمه وعي وإدراك وتطور هي شيء وهمي، نستطيع ان نقول عنها انها رغبة شيطانية. في الفلسفة الهندية يعتبرون ان الكون ظهر على اساس التضحية الإلهية. مثلا شيفا لما ابتلع السم، شو المقصود بالسم؟ هي الفجوة الضدية اللي هو الإبليس، صار أزرق، رجع بالتشبيه انه من شاكرة التاج، اي خرج من راسه نهر الغانج، يعتبروه مقدس، يعني نهر الحياة جرى، صار شو؟ بإرادة إلهية. شيفا مثلت إرادة إلهية، بلع السم أي ضدي، خرج نهر الحياة، صار في شو؟ سالب والمجاني، يعني اثنين مدعومين من الإله شيفا الجبار. من النظرة الإلهية إذن سالب والموجب إلهم رسالة، أي أن الخالق في البداية قد أعطى وبعد ذلك بدأ يأخذ، أما الكون فهو على النقيض. كيف يعني بدأ يأخذ؟ لما النهر بيرجع للمحيط، المحيط بيرجع بيتحول بقضية الحدود الخمسة أو العناصر الخمسة إلى بخار، بيرجع بفعل حرارة معين بتشتي على الأرض، الأرض عم ترجع تنبت في طاقة معينة اللي هي النور أو هالحرارة اللي عم تدخل بكل العناصر، هي هذه أحدية بكل هالمستويات، هي عنصر التحولات من حد لحد أو من عنصر لعنصر، وهي التطور عم بيكون هون. من هون بتيجي الطقوس الهندوسية اللي بيعتقدوها الناس السطحيين، انه ليك بيعبدوا النار، لما بيحولوا بقضية العناصر من خلال ذبذبة صوتية مع النار، تتحول النار لهواء، بيحملوها لهالموجة ذبذبات ايجابية، صلوات وادعية للوفرة والسعادة لكل الانسانية، تتحول للاثير، بتصير معلومة، هي الزرع بالسماء، هي تقنيات معروفة في هندسة الحدود الخمسة. إذن الله في البداية أعطى، بعد ذلك بدأ يأخذ، عم يأخذ أرواحنا، نحن عم نرجع له، بدأ يأخذ، أعطى بعدين عم يرجع له، دائرة. هلا خي من وجهة نظر إلهي، أما الكون فهو على النقيض. الكون مو الكون يعني إبليس، كينوني مستقل يعني مادي، أخذنا لعنده، ما بيعطي، عم بيحاول يبلعنا، العالم بيحاول يبلعنا. هرمس الحكيم: يا نفس لقد كنت في عالم الوحدة غنية مبصرة عالمة تبصرين العوالم كلها محضرة منضدة بين يديك، لأنه لكانت روح بوعي الخالق، فأردت أن تختبري عالم الكون والفساد، حبيت انك تنزلي لدورة الحياة،
من عالمك الأحدي، من عالمك العقلي، من هالبرنامج المعلوماتي النوراني، نزلتي بأجساد، أردت أن تختبري العالم، فصرتي مثل السمك اللي حبت تبلع طعم الصياد فبلعها الصياد. فجيت انت تختبري العالم فقام بلعك العالم. ليش؟ لانه ابليس. اذا ابليس بياخذ ما بيعطي، هذا بمثابه الكون. في البدايه اذا ياخذ ثم يعطي. لذلك فان قضيه ابليس تعتمد على اليه الابتعاد عن المنطق الالهي. الكون بما انه في قطبين، الابليس هو عم ياخذ وما بيعطي ما بيرجعنا، وما في هو موجة عقلية كمان بالكون بياخذ وبيرجع بيرجعنا، بيعطي الخالق، بياخذ من الخالق وبيرجع بيعطي. الكون عم بيجوز عليه الثنائية، مش نحن نيجي نحارب الكون او الطبيعة. عشان هيك الام كالي اي الطبيعة تعتبر شريرة لما بتصير ابليس بياخذ فقط، خيرة لما تصير عقل بياخذ بيرجع بيعطي للخالق. فمعناها أي شيء، أي طقس، أي إنسان، أي حدث في سالب وموجب هذا الكون. قدرتك على أخذ الموجب إعادته للخالق وعدم اعتبار السالب أي إبليس بقطبية فقط أخذ مثلا، معناها أنت عم تمشي مع الدائر. إذا كانت الشرارة، لذلك فإن قضية إبليس تعتمد على آلية الابتعاد عن المنطق الإلهي. المنطق الإلهي يعني النظرة الشمولية اللي تشمل دوما القطبين، سالب وموجب، ليل ونهار. هيك إبليس. إبليس دوما تطرف بكل شيء. رجل علم متأبلس. ليش؟ لأنه فقط متطرف للدين. رجل دين متأبلس. ليش؟ لأنه فقط متطرف للدين. إذا كانت الشرارة الأولى في رغبتنا هي الأخذ، هذا يعني أنها أقرب ما تكون إلى نزعة إبليس. أما إذا كانت الشرارة الأولى تكمن في العطاء ومن ثم الأخذ، هذا يعني أنها تتضمن في ذاتها طاقة إلهية. يأخذ الطفل الصغير كل حاجته من والديه. عندما يرى والديه يظهر الفرح والسرور والمحبة تجاههما. أخذ إذن منهم طاقة، رجع أعطى. إن طاقة الحب والشكر تسبق بشكل دائم السعي الحيواني لتأمين الغرائز. إذن أهله عم يأمنوا له شيء، بس هو في عنده طاقة عم يعطيها اللي هو الشكر. إن الذي تدعوه المجتمعات الغربية الاستهلاكية هي في واقع الحال نكران لوحدانية الخالق وعودة إلى الوثنية المتجسدة للسعي لتلبية الشهوات والغرائز. حكي ما بيهتموا بالجانب الروحي أو الإلهي، وكأنهم أعدموا الإله، عم بيهتموا فقط بتربية. مثلا بالتقرير الأخير أسعد شعوب العالم مين هني؟ دنماركيين. ليش؟ بس بيحسبوا نسبة دخل الفرد واستهلاكه، فهني مدخولهم عالي كثير. هالمدخول العالي معناته هن الأسعد، تقييم مادي بحت. نجي منفتش بنلاقي في كثير حوادث انتحار بينهم. وين أسعد شعب العالم؟ بالعكس، قد نجد شعوب فقيرة معدمة وهي تعتبر أسعد. إذا النظرية عم تاخذ فقط جانب مادي، هو بيأخذ فيه بس مش لهالدرجة، نغفل باقي العناصر. لتحديد أي فطرة تكمن في الإنسان لابد من معرفة جوهر علاقته بالله. إذا كانت تغلب على سلوكه صفة الطمع، فإن الصلاة التي يؤديها تكون في جوهرها عبارة عن طلب وإلحاح لقضاء حاجة ما. طمع معناته عنده رغبة بده يحقق. مثلا واحد بحب الأكل الحلو، ما بيعجبه نسبة الحلو، فبده يضل يزيد من هالدبس، يزيد من هالدبس لمن يرضي غرائزه الحيوانية.
إذن الصلاة اللي عم يؤديها الإنسان الطماع هو عبارة عن إلحاح لشو؟ لا الله يزد له الدبسات، الله يزد له الأكل والشرب، إنه عنده الله يزد له الأولاد، يزد له القوة والسيطرة والظهور، إنه هيك يكون هو عم يأخذ الآن هذا الإنسان الوثني الظاهر أمامكم، هذا الإنسان شو عم يأخذ الجانب المادي من العلاقة مع الله للحصول على حاجة أو مصلحة مادية. إذن هذه النزعة تحرف الإنسان عن عقيدة التوحيد إلى عبادة الأوثان، يصبح الخالق بالنسبة إليه عبارة عن وسيلة لتحقيق رغباته وغرائزه. صحتين، من طلب من الدنيا أعطيته ومن طلب من الآخرة دللته وهديته. إذا كانت الغاية الأساسية من عبادة الله هي الإعراب عن الشكر والمحبة، بده يحمد الواحد حتى لو على نعمة الأكل، عندها تتفتق في الإنسان ليس طاقته الحيوانية بل الطاقة الإلهية. قال الإنسان عديم الامتنان شيطان، تلاقيه بياخذ 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 ما ممتن. في العقل الباطن توجد نقاط هامة وأساسية، والأصح نقاط علام تحدد شخصية الإنسان وعلاقته بالخالق وعلاقته تجاه نفسه وأهله ومصيره. هاي بالعقل الباطن، يعني كل شيء باللاوعي عم تقول. هلأ ربما هالشخص اللي نحن عم نتهمه بأنه كافر لأنه ما إجى على عقيدتنا على مبادئنا أنه المفروض يكون ملتزم بكذا كذا كذا، ربما يكون باللاوعي أقرب للإلهية منا وعنده قدرة على استيعاب كثير مشاكل، مشان هيك ما بيجوز أي واحد يقيم. على سبيل المزح نحن نحكي الذي يكون همه الأساسي الأخذ فهو يتصف بالعدوانية والحساسية بشكل دائم. الكثيرون الذين لا يحققون ما يصبون إليه يظهرون عدم الرضا والكره اتجاه المصير الذي حرمهم من تحقيق أهدافهم. واحد مثلا حط بباله سيارة، حط بباله الرفاهية المادية، الاستقرار الأسري، ما بيحصل عليها. لقيه بتجي بزمن معين بس لينمشي بباطنه شجرة عم تكون نبتة صغيرة، هي المعلومة الكونية رح تحصلها موجودة، يعني انت في لك شيء مقدر موجود. عدم صبرك، طمعك، الحاحك، السرعة، عدم أخذ عمل الزمن والصراط المستقيم للشجرة مشان ترجع تعبي الأثير، عم يكون هو شو عبارة عن نزعة سببها مرض نفسي موجود فيه للإنسان، اللي هي الأبلسي، عدم الانفتاح للإلهي. الأبلسي أي نتيجة إنه حابب يأخذ فقط يظله بدون ما يعبي هيكله الأثيري أو يتواصل مع الطاقة الإلهية مع النسغ الكامل اللي فيه إن كان شجر. كلما تولد شعور داخلي بعدم الرضا مع الاعتراض اتجاه المصير زادت النزعة الاستهلاكية، بصير في شغله بالأكل وبالاستهلاك، بصير الموضة والأزياء واللبس والبحث عن وسائل الترفيه، في شغله بالأكل بالشرب بعمليات التجميل كذا عملية للمنخار ما بيرضي. إذن لما عم يكون في عنده شعور داخلي بعدم الرضا معترض بحق مصيره عم بتزيد النزعة الاستهلاكية وأصبحت الطاقة الداخلية أقل. إن الناس غير الراضين بمصيرهم والمعترضين على قدرهم هم أناس يتميزون بطاقة داخلية ضعيفة. ممكن واحد يقول إنه طيب يعني هيك بدنا نكون خانعين؟ لا، مقصود بالرضا اتصال النفس مع جدوى النورانية، أي مع الطاقة الإلهية بالداخل، وعدم التطرف للرغبة والطمع بالأشياء، عدم عبادة الرغبات بإبليسيتها أو وثنيتها. بالتالي بتحصل أنت على اللي بدك إياه بس بإرادة إلهية، مش بإرادتك ورغبتك الفردية. الرضا يعني مبدأ عميق، لا، أنه تتصل بالتسليم مع الإرادة الإلهية، هي الرضا.
عاد موضوع انك عم تشتغل وما تشتغل هي ضروري، الشغل كل الناس ضروري تشتغل، كل الناس ضروري تأدي واجبها، بس في فرق بين انسان عم يشتغل وهو عنده رضا متواصل مع الإلهي وكل شيء عم يجي عم ياخذه بمبدأ القطبية الثنائية، إذا خير شر سالب موجب فرح حزن دمار عمار، شو من كان عم يصير قدامه عم يكون راضيان عن إرادة الإلهية هو عم يسعى، حتى لو مقاتل بالجيش وتصاب واستشهد راضيان، يعني هو عم يسعى بس ليك كيف متصل مع الإلهية. هي بيعبر عنها كثير كريشنا لما عبر له لأرجونا بلوحة، انه مقاتل بالمعركة باله بكريشنا اي الإله، اما هو عم يقاتل. الشخص الثاني ساخط مستاء كمان عم يسعى بس هذا متأبلس، حتى الخبز إذا خبزه بكون غير خبز أبو حيان طبعا. إذا الإنسان القوي هو الذي يستطيع أن يغير ما في داخله ويحاول تغيير مصيره، لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، معناته أنت غير أفكارك غير اتجاهاتك النفسية بعد فترة بتلاقي تجسد واقعي أفضل بكثير. هذا القوي عم يغير ما بداخله، مش بيحاول يسرق وينهب من الآخرين ويعترض ويستاء. الإنسان الضعيف يظهر الحسد اتجاه الآخرين، الضعيف إذا من داخله بصير يظهر الحسد، يفكر الآخرين أخذوا من قدامه شيء، القوي بغير اتجاهه بيسلم للإرادة الإلهية بيتابع السعي والعمل وكل شيء بصير يجي خير وموفق. توجد أمثلة مفيدة، مثال قال أبدا لا تقل إنك تعيش بشكل سيء، إنه يسمع كلماتك ويجيب، الكلمة ما هي خالقة، أي نطق أي لفظ، أنت عم ترجع هي الكلمة بدبابتها تنكس عليك. أبدا لا تستاء لا تحكي الكلام سيء، ألا تعلم أنه سوف يزيد وضعك سوءا بعشرة أضعاف؟ ولكي لا يحصل ذلك قل إنني أعيش بشكل جيد، عندها سوف يقول الله إن النعمة التي لم تنكرها سوف تؤدي إلى تحسين مصيرك بعشرة أضعاف، وأما بنعمة ربك حدث. شو كلمة حدث؟ يعني دوام الجريان. إنها أمثلة فيها الكثير من الحكمة وهي تجسد قوانين الكون العليا. إذا كانت محبة الإنسان اتجاه الخالق تمثل قمة السعادة، عندها لا شيء يستطيع إبعاده عن الخالق، إنه يتلقى بشكل مستمر منه طاقة الحب. والمشكلة الرئيسية لذلك الإنسان تكمن في كيفية تصريف الطاقة الزائدة لديه، يظهر إحساس السعادة بالنسبة إليه على شكل تضحية، عنده طاقة زائدة إليه، تضحية، عطاء، إبداع. وإذا حصل حجبت المحبة تجاه الخالق، إحنا نحن كفار. شو يعني؟ يعني حطينا حجب بيننا وبين الخالق، بيننا وبين الطاقة الإلهية. تكفر يعني غطى نفسه، غطى نفسه معناها ما عاد تتواصل مع النور الإلهي، هي كافر اسمه. إذا حصل هالشي وحجبت المحبة تجاه الخالق، الخالق عم نفكره نحن شغلة غيبية خيالية وهمية. الخالق هي المنظومة الشمولية اللانهائية، يعني أنت عم تتواصل مع شيء أصلا واقعي، واقعي بالنسبة للي بيفهم بهذا التناغم، مثل واقعية الدي ان اي. مين بيفهم من قبائل قريش او غيرهم من تبع ابو لهب وابي جهل انه في شيء اسمه احاديث الدي ان اي بنواة الخلايا هي اللي عم تجسد كل هال؟ لا يمكن، مهما وضحت له صعب، وهي موجودة. نفس الشيء المنظومة الالهية، اذا حجبت هالمحبة باتجاه الخالق هالمنظومة الاحادية، قل والله احد منظومة احادية، عندها فإن الروح سوف تخسر الطاقة العليا تدريجيا مع المحبة، وتصبح قمة السعادة عندها الروح الأخذ، قمة السعادة الأخذ، بتحول لنصاب محتال طماع كذاب. أساس الحل دوما إذن توعية الناس للنظام الأحدي، لأنه كل الناس خلايا بجسد كوني واحد مفروض تتناغم مع النظام الأحدي النور الداخلي، هيك حصل على الرضا والطاقة الإلهية، وبالتجسيد الواقعي
راح يكون في توفيق للجميع، ما في نظرات الحسد اللي عم ينخر بالأم كما ينخر السوس الخشب. إن الآخذ مقيد بينما المعطي حر. من ينتظر العطيات وقضاء الحاجات من قبل الأهل أو الرب أو القدر يكون محدود الإمكانيات جدا. من خلال مراقبتي للحالة النفسية للمرضى توصلت إلى استنتاج بسيط: الإنسان الذي يكون سعيدا من الداخل يكون سعيدا من الخارج أيضا، بغض النظر عن الحالة، فقير أو غني، مريض أو صحيح، قبيح أو جميل. إذا كل عمليات التجميل الخارجية عبارة عن نقص داخل. إذا كانت الروح تحتوي على الحب والطاقة فإن ذلك ينعكس على شكل صحة جسمية وتحقيق الأمنيات والرغبات ومصير سعيد. إن الطاقة تمتلك قدرة كامنة، وهذا لا يحصل بشكل مفاجئ، لكن الشخص ذا النفس الغنية في النتيجة يصبح في حال جيدة من الخارج، تكون لديه الإمكانية لامتلاك أسرة سعيدة وعمل محبب وإمكانيات مادية جيدة ومتصاعدة. إن الشخص الذي يفتقد السعادة الداخلية والذي فقد الحب في نفسه صار يحول لرغبات وشهوات وشذوذ شيء خارجي. هذا عاجلا أم آجلا سوف يفقد مظاهر الغنى الظاهري. ولكي يصبح سعيدا يجب عليه أن يتعلم كيف يتصرف بحيث يكون سعيدا في قرارة نفسه. بالنسبة إلي فإن السعادة الأساسية تكمن في المحبة الدائمة والمستمرة التي تنبع من العقل الباطن نتيجة التقرب من الله وابتغائه.